السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم راح نعرفكم على نبتة الإيجيبيريا وكيفاش نقطعوا منها والعناية بها. أي معلومات تحتاجوها، أي استفسار، خلوها لي في التعليقات وراح كامل نجاوب عليها. ما تبخلوش عليا بجامو بالاشتراك باش يوصلكم الجديد. على بركة الله، نبتة الإيجيبيريا هو نبات عصاري، موطن تاعها الأصلي مكسيك. لما قولوا نبات عصاري بأنها تحمل كمية من الماء في الأوراق تاعها وما تحبش السقي كثير، وهي تحب أشعة الشمس. هو نبات خارجي ما نوضعوش داخل البيت، وفي فصل الشتاء تتبدل الألوان تاعها على حافة الأوراق كما راني نوضح لكم هنايا. أنا هذه رانا في فصل الصيف ما عطتنيش، بصح في فصل الشتاء عطتني ألوان على الحافة، لون أصفر ولون أحمر. وطريقة الإكتار منها تتعدد. عندي هذه اللي راكم تلاحظوا فيها، هذه مختلفة، هذه الإكتار منها نحيو يعني نقصوا الأم وراح تعطينا خلفات بهذا الشكل اللي راكم تلاحظوا فيه. نفس الطريقة مع هذه. أنا اليوم راني حابة نكتر من هذه النبتة، تابعوا معايا. أول حاجة نجيبوا مقص على هذا الشكل ونشوفوا نبتتنا وين راها واضعه الخلفات. هذه النبته راها كما راكم تلاحظوا، شوفوا الخلفات تاعها بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. انا راح ننحي من هنا بهذا الشكل. وراح نجيب الاسيس تاعي بهذه الطريقه. وكما دائما نقول لكم باللي الخليط تاعكم تاع التربه يكون خليط وتيرو باش النبته تاعي تجهد بسرعه. نملؤوا الاسيس تاعنا. طريقه اكتار تاعها زعما سهله ماهيش صعيبه، وهي صادقة في النباتات وما تحتاج عناية كثيرة. الخلفات تاعنا نوضعوها بهذا الشكل، والخلفة الأخرى بهذا الشكل، وما نسقوهاش، نخلوها هي تتأقلم بأنها ما راهاش مع الأم تاعها وراح تخرج لنا الجذور. أنا في هذا الأساس كما راكم تلاحظوا راح نعمل بعد الديكور بهذا الأحجار بهذه الطريقة. كما راكم تلاحظوا ونحي لها التربة وهذه الورقة الصفراء بهذا الشكل ببساطة. راح تشوفوا راح تكبر وتكثر وتخرج الخلافات في أقرب وقت. أي معلومة تحتاجوها، أي نبتة تحبوا معلومات عليها، خلوها لي في التعليقات وراح إن شاء الله نجاوب عليها. مع السلامة.